جماعه انا لقيت البطوله دي اونلاين. البطوله دي فيها الحل لكل مشاكلنا. كلنا نرد وكلنا نرجع. وبعدين البطوله دي حته اللي هيكسبها هياخد 1,000,000 جنيه. اديني 1,000,000 جنيه. احنا لازم نسرقه. أطلق المنتج طارق الجنيني الإعلان التشويقي الأول لفيلم الحريفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي وأحمد غزي ونور إيهاب وخالد الذهبي وعبد الرحمن محمد وسليم التركي وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد. ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيدي. وتدور أحداث فيلم الحريفة حول ماجد، لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها 1,000,000 جنيه. يذكر أن أخر أعمال نور النبوي كانت مسلسلين خلال الماراثون الرمضاني 2023. الأول مسلسل مذكرة زوج، والتي كانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي عن الحياة الزوجية والعديد من المشكلات الأسرية في البيت المصري. ويشارك في البطولة طارق لطفي ورنا رئيس وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وهناء الشوربجي. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج تامر النادي. والمسلسل الثاني مسلسل الأجهري، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الشعبية، حيث يهرب عمرو سعد في بداية الأحداث وهو صغير إلى الكنه بسبب ماضيه. فضلاً وليس أمراً، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله.